حماستك وتوقعاتك للماتش اللي جاي؟ طبعا الاهلي والزمالك من قديم الازل ده ماتش عمرك ما تقدر تحسب له اي حسابات وصعب حتى التكهنات فيه، لكن في ضوء رؤيتك لوضع النادي الاهلي حاليا وكمان حاله الاستقرار اللي استجدت مؤخرا في نادي الزمالك، هينتج عن ده اللقاء عامل ازاي في رايك؟ والله انا شايف ان شاء الله ان هو ماتش متكافئ، لكن اتوقع ان شاء الله النادي الاهلي يعني الفئه متزنه بشكل كبير جدا، اوضه اللبس مقفول عليها بشكل كبير جدا، المدرب مسيطر على الموضوع بشكل كبير، الصفقات اللي جبناها عامله شغل كويس جدا، وسام جايب الماتش اللي فات جونين، يعني الفئه بدات تفوق، مصطفى شوبير يعني بين كل الناس طبعا احنا متاكدين ان هو كان هيبقى ان شاء الله كويس، لكن بدا يحط رجله بشكل كبير جدا، عنده ميزات كتيره جدا عن معظم اجوان الدوري الممتاز، ان مصطفى بيعرف يلعب برجليه كويس جدا، ودي ما تلاقيهاش الا قليل قوي في الاجوان بتاعه الدوري الممتاز، يعني عندهم مشاكل كتير في ان هم يبداوا الهجمه برجليهم، يبدا يعمل يتحرك يستلم يسلم الكلام ده، يعني مصطفى تحس انه جون اوروبي، يعني بدا يبقى إيه عنده ثقه كبيره على فكره. طبعا دي كانت مشكله في معظم الحراس ان هم ما يعرفوش يلعبوا برجليهم كويس، وانا كنت دايما بقول مهم جدا حتى الاحماء بتاع الحراس المرمى يكون في شغل برجلين، لان معظم انا اشتغلت مع مدربين اجانب كتير، معظم المدربين الاجانب او معظم المدربين اللي هم الكلاس 1 او 2 بيحبوا يبداوا من تحت بشكل كويس جدا، فبيحتاج ان الحارس دايما يشتغل معاه برجليه كويس، فانا لما جاي اشتغل مع الفرقه بشكل كويس من تحت دي مهمه جدا، مش كتير بيعرفوا يعملوها، لكن شوبير بيعرف يلعبها بشكل كويس جدا، بيعرف يشتغل مع الفرقه بشكل كويس، تحركات تحت الفرقه ممتازه، بدا ياخد ثقه، بدا يبقى عنده اتزان نفسي كويس جدا. الماتش اللي جاي هو ماتش صعب شويه بالنسبه له، هيتحط تحت اضباط اهلي وزمالك طبعا، فطبعا ان شاء الله نتمنى له التوفيق، هو لعب كتير اهلي وزمالك في الناشئين والشباب، فاعتقد طبعا هو مختلف ان هو بيلعب على نهائي كاس وفي دوله شقيقه السعوديه والاستاد مقفول من بدري يعني محجوز كله، فاعتقد ان شاء الله ان هي مباراه هتكون بدايه قويه جدا وتكمل مع مصطفى الاداء اللي هو عمله بشكل كبير جدا. طبعا احنا عندنا مشكله بسيطه في السيرد باك، لكن مرامي بقى له ماتشين بيلعب ماشي كويس مكان ياسر ابراهيم، اعتقد التشكيل المتوقع ان هو ممكن يبقى شوبير، محمد هاني، محمد عبد المنعم، مروان ربيعه، علي معلول، مروان عطيه، امام عاشور، ممكن احمد نبيل كوكا وجهه نظر ان هو ممكن يخش، وحسين طبعا وبيرسي تاو، ووسام ابو علي لو اوكي رجليه كويسه هيبدا، يا اما يبقى في مفاجاه من مستر كولر ان هو يبدا بكهربا، وجهه نظري ان هو ممكن يعمل مفاجاه انه يبدا بكهربا، لان كهربا برضك واخد على الاجواء دي كويس قوي، عنده الحته دي بشكل كبير جدا، وبيتالق في المباريات اللي وهو واخده معاه، اللي انا عارف ان هم مسافرين يوم الاربعاء، هو احتمال كبير قوي يكون موجود، فاعتقد ان كهربا بنسبه كبيره ممكن يبدا بيه، وتكون دي مفاجاه الماتش القمه، لان كهربا نفسيا دلوقتي الامور كويسه الحمد لله، مشكلته انتهت، عاوز طبعا في اتنين مهاجمين وكلهم بداوا يجيبوا اجوان، وهو دلوقتي برضك المهاجم رقم اتنين او رقم تلاته في النادي الاهلي، فبالتالي هو عاوز يحط رجله في الملعب، لو وسام في مشكله في رجليه او حاجه ممكن اعتقد بنسبه كبيره جدا ان كهربا ممكن يبدا اللقاء ده، ده من وجهه وده نظري وده على فكره متوقع بشكل او بنسبه كبيره. انا بس عايزه انا وكريم ناكد برضو ان شاء الله يوم الاربعاء مع سفر الفريق احنا هنكون على قناه النادي الاهلي ان شاء الله بدايه مع 10 الصبح في الاهلي، تغطيه لحظه بلحظه كل ما يدور والكواليس وغيره وغيره، تبقى في تغطيه كامله، واعتقد حضراتكم هتحبوها جدا باذن الله يوم الاربعاء، وطبعا والايام كمان اللي هتسبق المباراه بدايه من 10 الصبح في الاهلي. طيب خلينا ندخل شويه لبعض الاجواء بتاعه المباراه. طبعا قبل اي مباراه للنادي الاهلي تحديدا احنا معتادين لازم يطلع بعض المنظرين يقول لك اصل والفرقه وبتاع واتس اوكي يعني بتعدي يعني ما فيش مشاكل، بس من الحاجات اللي اتقالت بقى مؤخرا، واحنا مش بنقولها علشان نرد، احنا مش محتاجين نرد على حد في الاول وفي الاخر، بس عشان نفهم القصه ايه او ايه اللي ورا هذا الكلام. طلع مؤخرا يقول لك الفريق بتاع الاهلي وفريق بتاع نادي الزمالك حاليا ده وضعه الفني ايه وده وضعه الفني ايه، فكان حد بيحاول يعمل تقارب ما بين الفرقتين فنيا، قال لك لا بالعكس، نادي الزمالك دلوقتي عنده سكواد كويس جدا، عمل صفقات او كم صفقه يعني جيدين، والنادي الاهلي بالعكس ده عامل كم صفقه يمكن ليست الافضل، فالمعادله 50-50، وتحدثوا تحديدا عن وسام وتحدثوا تحديدا عن مودست كويس.
الكلام ده مش حاجه جديده عن النادي الاهلي، دايما قبل اي مباراه زي ما بقول بيطلع كلام كده. ردك على ده ايه كابتن ياسر؟ وفي نفس الوقت شايف اصلا الكلام ده ميكس اني سنس، او له معنى، او له فعلا بيز على الارض؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، طبعا حتى مين اللي قال مش فاهم معانا اصلا في النادي الاهلي، لكن ما انا بتكلم احنا كتيم النادي الاهلي، احنا كتيم النادي الاهلي حاصلين على بطوله افريقيا، احنا النادي الاهلي، احنا ادائنا كشكل عام. انا مش هجيب صفقات وخلاص، اصل الفكره مش ان انا اجيب 10 صفقات كلهم في مكان واحد واقول انا جبت صفقات، واحد عندي 38 سنه، واحد بغض النظر عن مين او فين او امتى، لكن مش الفكره ان انا بجيب صفقات وخلاص. النادي الاهلي جاب صفقه مهمه جدا جدا جدا، لاين فيوت كويس، شكله في الملعب ممتاز جدا، صحيح. عمل اداء شكله ممتاز، تحركاته مظبوطه، واحنا عندنا استقرار فني في النادي الاهلي. الاستقرار الفني في النادي الاهلي ده دايما يعني عجبني جدا، ان المدير الفني للنادي الاهلي قال انا سافر يوم الاربعاء، ممتاز جدا. ليه؟ لان هو اتمرن تمرين خفيف الخميس ويلعب الجمعه. ده انا شايف انه ده ممتاز جدا، شايف ان اوضه اللبس عندنا ممتازه، شايف ان المدرب حاطط ايده على مفاتيح الفرقه بشكل كبير جدا. متوقع باذن الله ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي ياخد البطوله، وده مش جديد على النادي الاهلي، لكن اللي بيتكلم كتير بتلاقي فعله قليل، لكن اللي بيتكلم قليل تلاقي فعله اكبر. ده رد الامثل للكلام. يعني ليه دايما بتبقى اوضه اللبس هي رمانه الميزان في الفريق؟ لان اوضه اللبس هي بتنتج عنها التشكيل الاساسي، التغييرات اللي بره ال 18، واخطر حاجه اللي بره ال 20. اللي بره ال 20 ده لما ما بيلعبش، لو انا مش مسيطر على اوضه اللبس بشكل كويس هيعمل لي مشاكل، وهيبدا يعني في حاجات في الكوره بتبقى. هو التشكيل بيتقرر من اوضه اللبس ولا من دماغ المدير الفني؟ ما هو المدير الفني هو المسيطر على اوضه اللبس، هو المسيطر على الفريق. هو لو المدير الفني مش مسيطر على كل الفريق باوضه اللبس بكل شيء، ما هو خلاص. ومعاه المدير الفني بيبقى يجي دعم الاداره، لان الاداره لو مش عامله سبورت قوي جدا للمدير الفني ومحسسه ان اللعيبه مهما تكون النتيجه هو ده المدير الفني اللي مكمل لنهايه الموسم، دي مهمه جدا جدا توصل للعيبه. انا كلعيب لو انا عارف ان المدرب ده بعد ماتش وماتشين ممكن يمشي، مش هبقى مهتم، لكن لو انا متاكد ان انا كده كده المدير الفني ده مكمل معايا لنهايه الموسم، انا كده كده لازم انضبط والتزم واحضر التمرينات في مواعيدها، وعارف ان هو ليه الكلمه الاولى والاخيره. هي دي عنوان اوضه اللبس، ان المدير الفني هو اللي مسيطر، هو اللي بيقدر يغير، هو اللي بيقدر يحط التشكيل. نيجي السبورت للاداره اللي هي بنسبه 80 90% هي السبورت للتيم. يعني انا لما بدي الصلاحيات للمدير الفني في اختيار اللعيبه او صفقات او كده، بدعمه، والمدير الفني ده مهما كانت النتيجه مكمل لنهايه الموسم، خلاص انا كده ببدا اقفل على الكلام ده. وصل النادي الاهلي مش من عادته ان هو يقعد يغير مديرين فنيين، احنا عندنا استقرار من اساس او من القواعد بتاعتنا الاستقرار. حتى في قطاع الناشئين يعني. يا كابتن هوند، حتى في قطاع الناشئين كده ما بيتحسبش المدرب بالقطعه في نهايه الموسم، ودي ميزه بتخلي المدير الفني مستقر نفسيا، يعني عنده الحريه المطلقه ان هو يشتغل باريحيه بشكل كبير جدا، واللعيبه بتبقى ملتزمه زي ما حضرتك قلت. طبعا دي مهمه جدا جدا يا كابتن كريم، ان احنا نشتغل على الحته دي. فاداره النادي الاهلي نمبر 1 في الموضوع ده، ما فيهاش كلام. بتشوف يعني ان كولر يعني بيتعامل بفريقه بالسكواد اللي معاه محليا ازاي وقاريا ازاي؟ هو ذكي جدا. لما نيجي نتكلم على الحته دي، لما نيجي نتكلم مثلا على الاهلي امام يانج افريقيا، لعب بمصطفى شوبير، أكرم توفيق حطه مكان محمد هاني خلاه يستريح شويه، عندك محمد عبد المنعم وربيع مستقرين لان ياسر ابراهيم طبعا مصاب، عندك علي معلول بدا يحط نبيل كوكا، عشان كده بقول لك انا متوقع ان احمد نبيل كوكا يلعب الماتش الجاي، وبدا يحط مروان عطيه وعمرو السوليه، فبدا يبقى شكل الفرقه باين. يعني خلاص انا حفظنا المدير الفني بيعمل ايه، هو حضر للماتش دوت من بدري شويه، هو ده كده دلوقتي لما بدا حط نبيل كوكا حضره للماتش. عنده أكرم توفيق حضره للماتش الجاي كبديل بالنسبه له، او ورقه بالنسبه له مهمه جدا للماتش الجاي. حسين الشحات وبيرسي تاو ومودرن بدا يعمل تحضير لشكل الفرقه بشكل كبير جدا. فبالتالي لما نيجي نبص مثلا ماتش البلديه اللي قبله، هو لعب بمحمد هاني وعمر كمال مكان علي معلول في الباك ليفت،
هو بدأ يبقى يشوف البديل المناسب في الباك ليفت لو علي معلول حصل حاجة في الماتش، هو بدأ يشوف البديل. عندك عمر كمال مش مقيد أفريقيا، فبالتالي هو بدأ يديله محليا عشان لو احتاجه في ماتش الكاس يبقى موجود. طب. عندك كريم نيدفيد طبعا بدأ يديله في بعض الأحيان بشكل كبير جدا، وإدى القفشة في ماتش البلدية يعني بدأ يحط ويدا سليم ناحية الشمال فوق وكريم فؤاد، فبدأ هو يبدأ يحط الناس في الماتشات المحلية والأفريقية، بدأ يعمل ميكس كويس جدا للفرقة. يعني لما نيجي نشوف ماتش البلدية حاطط الفرقة بشكل كويس جدا، لما نيجي نقول ماتش أفريقيا غير في بعض اللعيبة، فبالتالي هو بدأ يحط إيده على مفاتيح كلها بتاعت التيم. بدأ يبقى عنده مين هيلعب هنا مين هيلعب هنا، فهو دلوقتي أول لو بدأ بالتشكيل اللي قلت حضرتك عليه هيبقى عنده تغييرات كويسة جدا. عنده ويدا سليم فوق، عنده كريم فؤاد فوق، لو بدأ بوسام هيبقى عنده كهربا او مدرس، يعني عنده دلوقتي حلول كتير جدا. عمر كمال ممكن يبقى بديل لمعلول لو احتاجه في ماتش الكاس يقدر يلعبه، فهو بدا عنده حلول كتير جدا. عندك كريم فؤاد كمان، وكريم فؤاد ما انا قلت عليه ان هو بدا يحط، فهو بالتالي بدا يغير من تشكيل في افريقيا غير تشكيل الدوري، فبدا يدي لنفسه حلول علشان في ماتش الكاس يبقى عنده الميكس ده. حلو. وعندي الاوراق اللي انا اقدر اغير بيها اثناء اللقاء، فدي مهمه جدا جدا جدا، فبالتالي هو حاط ايده على مفاتيح الفرقه بشكل كبير جدا. طيب فضل. احنا هنروح فاصل ونرجع نحط ايدينا بقى على مفاتيح المنافس، ان كمان مهم ان احنا نفهم طريقه لعب نادي الزمالك امام الاهلي ان شاء الله يوم الجمعه. انت هتلعب لعب مفتوح ولا هيكون في حذر، يعني طرق اللعب كمان، ولازم نفهم المنافس بيفكر ازاي في اللقاء ده، لان اكيد اكيد كمان انا قلت الكلام ده انا وكريم في البدايه، اللقاء ده بالنسبه للزمالك تحديدا ويمكن اكتر من نادي الاهلي شويه مباراه حياه او موت، لان هي البدايه بتاعه إيرا جديدة بتاعة طفرة جديدة، والدبانة دي غريبة والدبانة جديدة وفترة جديدة والدبانة جديدة حاجات جديدة كتير. نطلع فاصل جديد ونرجع لك. طيب احنا اتكلمنا عن النادي الأهلي وهنرجع طبعا نتكلم تاني والتوقعات وطرق اللعب والاستعدادات الخاصة بمباراة إن شاء الله يوم الجمعة، لكن مهم كمان إن أنا أفهم وأدرس المنافس بتاعي بيفكر إزاي. وجهة نظر كابتن ياسر، نادي الزمالك في هذه المباراة المهمة مع ضربة البداية ومجلس إدارة جديد ومدير فني وصفقات جديدة وكل حاجة جديدة وأمال كبيرة جدا لجماهير نادي الزمالك، أنا بتكلم دلوقتي إن متوقع هيلعب جيم مفتوح جيم مغلق هعتمد على الهجمات المرتدة، ولا هلعب إزاي لو أنت مكان المدير الفني لنادي الزمالك؟ مش لو أنا مكانه، بس أنا بقرأ أفكار يعني مش جوميز لا يعني بطبيعه لان انا تعاملت معاه في السعوديه لما كان في التعاون، فانا عارفه يعني هو مدرب بيشتغل على الناحيه الهجوميه اكتر، ولو عمل كده يبقى حاجه كويسه، لانه جاي بقى طبعا لسه جديد وبالنسبه له الماتش ده بطوله بزبط. ونفسه يعني يخش لجماهير الزمالك باول بطوله ليه يقدم اول اعتماد. فهو لو لعب بالشكل اللي انا متوقعه ولعب زي ما لعب اول مباراه بثلاثه من فوق اللي هو شيكابالا وعبد الله السعيد وزيزو، هيبقى فيها مشكله بجيبها بالنسبه لهم جدا جدا جدا. والنادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيلعب باتنين سته مروان عطيه وكوكا وقدامه معشور، لو النادي الاهلي لعب بالشكل ده هنبقى احنا مسيطرين على نص الملعب، ولو سيطرنا على نص الملعب نقدر ناخد الجيم في اي وقت، وهو هيبقى عنده الثلاثه اللي فوق الملعب. وجهه نظري انا لما هو لعب كده وجهه نظر الملعب ما يستحملش الثلاثه دول مع بعض. الثلاثه دول لعيبه كوره والثلاثه كويسين وكل حاجه، لكن مين بيقطع لهم؟ مين هيدي لهم؟ فالموضوع بقى صعب بالنسبه لهم، لان الثلاثه في منهم اثنين اعمارهم كبيره جدا اللي هو شيكابالا وعبد الله السعيد، فالاثنين اعمارهم كبيره جدا والاثنين عاوزين حد مش اعمار كبيره قوي يعني في ظل الارقام او الاعمار اللي احنا بنشوفها عالميا كمان في المراكز دي يعني. اعمارهم كبيره في المراكز دي اللي هي محتاجه جهد وسبرنتات وروح ورجع في الكوره الحديثه كلها، محتاجه ان الاطراف ترجع تدافع وتشتغل زي بيرسي توما بيعمل. دلوقتي بيأدوا بالشكل يعني بصراحه بس ما حتى الملعب ما يستحملش الثلاثه مع بعض. تمام. لان الجهد بتاع الثلاثه مع بعض اعتقد ان هو هيبقى بالنسبه لهم هيبقى العامل البدني مع الوقت بيبدا يقل. بس حتى لو السن يعني كبير نسبيا، لكن برضو يبقى ثقه لكل واحد فيهم يعني. اوكي انا مش مختلف، لكن العامل البدني مهم جدا. هاخد منهم قد ايه؟ اشتغل معاهم؟ ده بقول لك بالنسبه للي هم لعبوا بيه. لكن هو الماتش اللي فات غير، ما لعبش شيكابالا ونزل ناصر ماهر، هل هو هيبدا كده او كده؟ يعني انا وجهه نظري ان لو احنا لعبنا بالطريقه بتاعتنا 2 6 1 8 ان شاء الله نص الملعب بالنسبه لنا هيكون افضل. ناصر ماهر ده فيه كلام بس مش هقوله هنا يعني مش موضوعنا، بس يعني انا من الناس اللي زعلت جدا من ناصر ماهر، لان انا كنت بشوفه لاعب كويس جدا معانا
وما كناش متوقعين التصريحات بتاعته الاخيره اللي مش هتطرق ليها لان كده بنديها اهميه. صحيح. بس طبعا حاجه ما كانت تماما او توتلي غير متوقعه. تمام. اعتقد ان هو خانوا التوفيق في الكلام ده. هنعتبرها كده يعني. النادي الاهلي كله اساطير. فطبعا يعني كلام ناصب بالنسبه لنا يعني مش ذو قيمه قوي لان النادي الاهلي كله اساطير والنادي الاهلي مش ناصر اللي هيقول يعني مع احترامي ليه طبعا انا بحبه جدا وانا كنت مدربه في قطاع الناشئين وكده والشباب بالظبط لكن بالزبط. مش هو اللي يقول يعني احنا عارفين النادي الاهلي مين وناصر بالنسبه لنا كان لعيب عندنا واستغنينا عنه وخلاص الموضوع بالنسبه لنا وعلى فكره هو بالمناسبه هو لاعب كويس ايوه يعني مش مختلفين لكن ناصر ماهر لاعب جيد لكن احنا بنتكلم على التصريحات بتاعته التصريحات بتاعته غير مش مناسبه في اي توقيت هي تصريحات غير مناسبه يعني بالمناسبه لكن القصه كلها وانا هرجع تاني سريعا لكلمه كابتن محمود الخطيب قال لك انا ما بزعلش منهم انا بزعل عليهم الناس اللي تسيب النادي الاهلي او ما بقاش ليها مكان او الظروف خلتهم ما يكملوش النادي الاهلي ويبقوا بهذا الشكل بعد كده فتاني احنا مش هنقف عند هذه التصريحات لان فعلا كده انت بتديها اهميه خلينا نرجع تاني للفنيات والتشكيل كابتن ياسر ايوه انا زي ما قلت لحضرتك كده ولما نيجي نتكلم بقى على سجل البطولات بين الاهلي والزمالك وعدد البطولات بنتكلم ان الاهلي خد 38 بطوله كاس تمام الزمالك واخد 28 بطوله ونيجي بقى عند حضرتك الاتحاد اسكندريه واخد 6 الترسانه واخد 6 المقاولين واخد 3 الاسماعيلي 2 الاولمبي 2 انبي 2 حرس الحدود 2 المصري البورسعيدي 1 القناه 1 الترام 1 فلما نيجي نرجع للتاريخ هنلاقي ان النادي الاهلي ما شاء الله يعني كبطولات لما نرجع للمواجهات المباشره بين الاهلي والزمالك هنلاقي 25 مواجهه بين الاثنين الاهلي فاز في 13 مره وفي تعادل في مباراتين اتقاسموا فيها الفريقين يعني بيتكلم 15 مره من 25 مره ففي فرق كبير جدا في الحته دي لكن بنتمنى ان شاء الله باذن الله ان الماتش الجاي يبقى بالنسبه للنادي الاهلي المره ال 14 ان شاء الله. تعالى بقى ايه نتخطى الماتش اللي جاي ونتكلم شويه عن النادي الاهلي افريقيا ورؤيتك لامكانيه ان النادي الاهلي ان شاء الله يتوج باللقب الافريقي، واصله لفين النسبه دي او الامكانيات دي؟ طبعا النادي الاهلي السنه دي يعني واخد اول المجموعه ب 12 نقطه، لعب 6 فاز في 3 وتعادل في 3 ولم يخسر ولا مباراه. فدي طبعا يعني مؤشر بالنسبه لنا كفرقه بشكل كبير جدا ممتاز وطبعا لما نيجي نتكلم على الاهلي ليه 6 جوان وعليه هدف واحد بس فطبعا 6 جوان وهدف واحد في بطوله افريقيا بالتالي انت عندك لاين فورد ممتاز جدا عندك حارس مرمى ودفاع ممتازين جدا لان لغه الارقام لا تكذب لما نيجي نتكلم ان الاهلي لعب 6 مباريات جاب 6 اهداف يعني بمعدل كل مباراه بنهدف لما دخل فينا هدف واحد في 6 مباريات يعني ده يعتبر شباك نظيفه في 5 مباريات على الاقل فطبعا بالتالي احنا النادي الاهلي في افريقيا عامل شغل كويس جدا اول مجموعته بفرق 4 بونت عن اقرب منافسيه اللي هو نادي يانج افريقيا وبعد كده الشباب بلوزداد 8 نقاط ومدياما 4 نقاط فالنادي الاهلي في بطوله افريقيا بدا ما شاء الله راح في حته ثانيه خالص بدا يبقى شكله كويس جدا كنسبه هدفيه لينا وعلينا فبالتالي نتمنى ان شاء الله ان الوقعه تخدمنا ونلعب مع فرقه ان شاء الله تكون باذن الله في المتناول ونوصل ان شاء الله للنهائي وناخد البطوله ان شاء الله. طيب معلش هو سؤال متكرر كل موسم يعني في موسم ما نسالوش بس احنا لان هو نفس الاحداث بنفس البرنامج بنفس الضغوطات الموجوده فلازم هنساله. الضغوطات وتلاحم المباريات اللي بتواجه النادي الاهلي موسم عن موسم وسنه عن سنه في ظل ما يحدث الان مع برضو صفقات مع اصابات موجوده ومركز اساسي ولاعب اساسي زي الشناوي كل ده برضو بتشوفه كفتره قادمه وتحديات قويه على المستوى المحلي والقاري سيؤثر ولا برضو هتعدي يعني رؤيتك ايه للفتره اللي جايه؟ رؤيتي النادي الاهلي بمنحدر النادي الاهلي بمن حضر ده الطبيعي وده هو ده اللي بيحصل على مدار الاجيال وعلى زي ما كنا بنتكلم انا وحضرتك والكابتن كريم من شويه على اوضه اللبس هي ترجع هنا لاوضه اللبس برضه انا لما يبقى معايا مدير فني كبير وبدا يغير في شكل الفرقه في الدوري عن بطوله افريقيا بيعمل اتساع للقاعده بتاعه الفرقه
انا لما بدات بشوبير وبدات اديله بدات اطلع اجوان من تحت، بدات جبت الزنفولي مع جنوب افريقيا، لكن سبورت انت عارف المركز ده ممكن يبقى فيه اصابات كتير، لكن عندنا ثقه كان في شوبير من الاول. وبالمناسبه زنفلي ولا زنفولي؟ انا مرنته في اسوان، لان انا بقى اسمع ناس تقول لك زنفلي، بس انا حابه زنفولي اكتر. هو زنفلي؟ لا يبقى زنفولي بقى. انا كنت مرن في اسوان فكنت بقول له زنفول عشان اريح دماغي. زنفول والله حلوه، والله زنفول حلوه. يعني انا مرنت في اسوان فكنت اقول له زنفول عشان ايه ما اقعدش اقول زنفلي ولا، فكنت بريح دماغي اقول له زنفول يقول لي ماشي كده. طب رايك فيه ايه؟ والله هو السعيد الفني ممتاز، وطبعا هو لو دورنا على الفرق اللي لعب فيها من بدري، هو لعب معانا في اسوان، كنا طبعا مع في قياده الكابتن اسامه عرابي، وكنا عاملين نتائج ممتازه جدا في اسوان مع كابتن اسامه عرابي، كان هو المدير الفني ساعتها، وبعد كده انتقل لكذا نادي وواحد ميديكال البنك الاهلي وعمل موسم كويس جدا، وبعد كده كان جاله اصابه بسيطه، بعدين راح الداخليه بدا معاهم الموسم بشكل كويس جدا، وخد احسن حارس يعني راجل مباراه في احد اللقاءات، فبالتالي هو عنصر مفيد جدا للنادي الاهلي، ادى على الصعيد الفني، ولكن في وجود شوبير ووجود ولاد النادي الاهلي هو الاثنين هيبقوا ميكس بشكل كبير جدا، وزنفولي يبدا يخش خطوه بخطوه. يعني اعتقد ان المدرب هيبدا يديله في ماتشات في الدوري، زي كده كده فرصه كبيره قوي ليه، يعني طبعا بيحلم بيها لعيبه كتير جدا، اي حد بيعدي من قدام باب النادي الاهلي كل التوفيق حقيقي، اي حد بيتمنى يعدي من قدام باب النادي الاهلي، فيعني اشحال بقى ابقى لعيب في النادي الاهلي. انا بمناسبه نعدي من قدام النادي الاهلي، انا قلت الكلام ده في اول اسبوع ليا انا وكريم في 10 الصبح في الاهلي وقناه النادي الاهلي، لان ده كان واقع والله وقت الكوفيد قبل ما نمضي مع النادي الاهلي، وقبل اصلا ما اعرف ان هشتغل في قناه النادي الاهلي، كنت بعدي في الزمالك بنتمشى في الزمالك بقى، ما فيش انديه وما فيش جيم وحاجه، فكنا بنعدي كنت والله العظيم بتصور مع السور، يعني بقى سور النادي بقى وحبيبنا وبتاع، وجي اليوم بعد كده اللي اتصورت انا وكريم مع الصوره بتاعتنا اللي اتحطت، كان بالنسبه لي على فكره ده كان نجاح، يعني انا بالنسبه لي ده كان تيرنينج بوينت في حياتي بجد، فزي ما انت بتقول فعلا الناس اللي بتحب هذا الكيان بتتصور مع الصور بتاعه، شفت ده حقيقه احنا بنعمل كده. ايوه شفت حضرتك بتقولي ايه، وحضرتك برضك اعلاميه كبيره وليك تاريخ كبير في الاعلام، وكابتن كريم نفس الشيء برضك ليه تاريخ كبير في الاعلام، وعنده برنامج من اشهر البرامج في رمضان كلنا كنا بنقعد نستناه، فطبعا يعني شوف حضرتك صدمه طبعا. ايوه طبعا. انا بحبه قوي. كلنا بنقعد نستناه، فيعني تلاقي مثلا عندنا كل يعني كل التلفزيونات في الشقه شغاله نفس البرنامج، لو بيطلع في الوقت المناسب لما الناس تبقى خلاص، اللي هنا واللي هنا واللي هنا، تلاقي البيت كده كله شغال نفس طب يا جماعه ما تشغلوا، لا كله شغال، هي اضافه، لا فعلا يعني العمل. شوف حضرتك عندك تاريخ قد ايه في الاعلام، والكابتن كريم عنده تاريخ قد ايه، وقلت نفس اللي انا بقوله، كلنا اي حد اشتغل في النادي الاهلي او لعب في النادي الاهلي او انتمى للنادي الاهلي بيكون سعيد، لان انت في مكانه كبيره جدا جدا. صحيح. جدا بتلاقي حضرتك كل زمايلنا هنا هو في الاعداد والمصورين والمخرج طبعا كلهم تحس ان هم يعني ماشي في كل حته بيتكلموا على النادي وعلى الفرقه كانه بيلعب. صح. يعني كانهم بيلعبوا مش كانهم شغالين في، لا كانهم بيلعبوا في الفرقه. انا على بوابه بتاعت النادي والله بيقولوا لي كابتن نهوان ده انا خدت اللقب خلاص. ايوه كابتن، وبعدين السنه اللي فاتت كنت في رمضان انت متالقه وجايبه جون في النهائي وبتاع. بتطالب ان يبقى في دوره رمضانيه نسائيه، ما جايبه الكوتشي ومجهزه كل حاجه، ازاي ما فيش دوره نسائيه؟ بس خلي بالك الجون اللي جابته كانت متفقه مع الحارس ان هي تمت في الزاويه. شوف بقى الناس بقى عدوه النجاح اهي من دلوقتي. يعني انا حسيت ان الجون اتم قبل ما الكوره تتشاط. لا والله لا، يعني حسيت بكده ولا انت رايك يا كابتن؟ لا طبعا. يعني انت شفت الهدف دوت؟ انا سمعت عنه. يعني انا شفت الجون بتاع الفرقه الثانيه تمت الاول وبعدين هي شاطت الناحيه الثانيه. والله لا طعليه. الناجح ما بيردش. لكن المشككين يعني وهي في حدها نفسها وجايبه الكوتشي من بدري. لا ده والله الواحد تعب من كتر ما بيلبس فورمال. ما شفتهاش امبارح بقى. لا. فاتك كتير. كفايه فورمال بقى تعبت. ولا وهي لما كانت لابسه التيشيرت بتاع النادي الاهلي وانتوا عاملين تيم جامد جدا، فبالتالي هي من حقها برضك تشارك كمهاجم. انت مش مركزك مهاجم؟ الوقت بيجري بس قبل ما نترك حضراتكم اكيد مع تدريب النادي الاهلي وننهي الفقره الممتعه حقيقي مع كابتن ياسر كالعاده، خليني كده دايما بحب اخد منك توقعات، واوقات كتيره بتبقى توقعات حقيقيه، وعلى فكره يوم الاربعاء باذن الله هنعمل برضو هنا التوقعات ونشوف مين هيعمل التوقع المظبوط في النتيجه للاهلي والزمالك، ويوم الاحد ممكن ان احنا نعمل جوائز محدش يعرف هننسقها مع الاداره، وممكن حتى تبقى يعني جوائز
جوائز مننا انا وكريم تحديدا، مش لازم من الاداره. كام يوم الجمعه؟ الاهلي 3-1 ان شاء الله. ياه 3-1. 3-1. طب انت؟ انا بقول ان شاء الله 2-0. 2-0. 2-0. وانت يا انت اللي عليك الضوء. اقول لك احساس بس بيجي. لا انا اقول واحد يا بس دي هيجيبين كده واحد بتستدعي. 1-0 يا 2-1، هيبقى في فارق واحد، يا 2-1 يا 1-0. لا خدي حاجه واحده، خلينا فاكرين بقى الارقام اللي لازم اختار. ايوه اشمعنى احنا كل واحد اختار وانت 2؟ يا 2-1 يا 1-0. صح ولا يا كابتن كريم؟ وجهه نظر. 1-0 وكابتن كريم 2-0. في الكنترول بيقولوا 3-1. هيبان هيبان. طيب يعني المخرج معايا ان غدا لناظره طريق. هنعرف ان شاء الله. لا ان شاء الله باذن الله الاهلي يرجع بالبطوله، والشناوي مسافر مع الفرقه، وان شاء الله هو يشيل الكاس كابتن النادي الاهلي، وباذن الله نتجمع على خير ونفتكر طبعا ونقول صباح النصر يوم الاحد باذن الله. باذن الله. نورتنا يا كابتن ياسر. شكرا جزيلا كابتن نهاوند، بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك كل مره بتنورنا فيه. الله يخليك. شكرا لحضرتك جدا. شكرك شكرا جزيلا، وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه. بكره ان شاء الله يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح. الاهلي صباح الفل عليكم.